ورح نحكي أكثر عن حكاية الجلاء نور وعن البطولات اللي سطر الجيش العربي السوري، القيم والعقيدة الراسخة، معاني عيد الجلاء وتاريخها أكيد، والظروف الاجتماعية اللي أدت لإلها. اليوم رح نحكي بصباحنا غير مع ضيفنا اللواء مروان الحريري، دكتوراه بالتاريخ الحديث والمعاصر. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. كيف تم يوم الجلاء؟ خلينا نحكي هاي القصة لكل السوريين، نروح بمؤشر التاريخ ونحكي بعض تفاصيله، لأنه في كثير من الناس الجيل الجديد حابب يعرف هاي التفاصيل، لأنه هاي الذكرى بعدها مزروعة بقلوب كل السوريين. لهلا أجدادنا بيقعدوا، بتلاقي بالسهرات والسمرات بتلاقي بيحكوا عن هاي القصص الجميلة اللي بعدها محفورة بذاكرة الكل. في الوقت الذي كان فيه الشريف حسين بثورته لطرد العثمانيين، كان الغرب الأوروبي وهو الاستعمار القديم المتمثل بفرنسا وبريطانيا كانوا يتآمرون على سوريا بحال خروج القوات العثمانية سوف هم يقومون باحتلال بلاد الشام، وحصل لهم ما حصل، حيث قاموا عقدوا اتفاقية سايكس بيكو وقسموا اقتسموا بلاد الشام، وانا كان ارض يعني هي ملك لهم مع بريطانيا. فكانت سوريا وشمال افريقيا ولبنان من حصة الفرنسيين، وكانت فلسطين والعراق وشمال افريقيا من حصة الدولة او الاستعمار الانجليزي، وقاموا بتقسيم هذه الدولات على اسس طائفية عشائرية اقليمية، تماما كما يحدث في محاولات الغرب الأوروبي لتقسيم سوريا على أسس طائفية عشائرية، وهذا سوف نتطرق إليه بعد. فالآن تستوي، فقامت القوات الفرنسية أو الانتداب الفرنسي الذي أقرته عصبة الأمم في سان ريمو عام 1922، وهنا يمكن أن نميز خمس مراحل أو عدة مراحل للاستعمار، انه من 1920 حتى 1925 وقيام تمكنت الحكومه السوريه الوطنيه من تنصيب اول رئيس هو رضا باشا الركابي كاول رئيس في ظل حكومه الانتداب، وبعدها قامت الثوره السوريه الكبرى وتمخضت عنها انتخابات الجمعيه التاسيسيه لاعلان دستور عام 1930 لسوريا. ولكن دخول حكومة فيشي والسلاح على الحكم في فرنسا أجلت موضوع الاستقلال وأجلت موضوع الدستور عام 1930، وبقيت من عام 1939 إلى عام 1941. عندها تمكنت الحكومة الفرنسية برئاسة دوغول من طرد حكومة فيشي المناصرة لألمانيا، و أعلن دوغول عن وعده بإجلاء باستقلال سوريا. وهناك الإضراب الستيني الذي كان في عهد العابد عبد الرحمن العابد، وهذه وفي عام 1946 حاول الاستعمار الفرنسي أن يراوغ ويماطل في إعطاء سوريا استقلالها، فأعلنت عن الانتفاضة والتي كانت سبب بخروج القوات الفرنسية من سوريا. خلينا سيادة اللواء كمان نحكي، بما أنه حكينا هالحقب التاريخية ومراحل الاستعمار اللي مرت على سوريا ولخصنا يمكن شوي هي المراحل والموقع الجغرافي الهام اللي عم في دائما أطماع غربية، اليوم خلينا نعمل هي الإسقاطات مثل ما قلت بحديثك بين الماضي والحاضر. ما زلنا نعيش حرب على الموقع الجغرافي، حرب على المبادئ، حرب على التصدي، حرب على الشعب السوري ايضا، فخبرنا الاسقاطات حرب الجلاء في الماضي على حاضرنا اليوم. طيب هذا عندما اود ان الحديث عنه لابد من ذكر الحقبه الاساسيه، لانه بسوريا كانت خلال تلك الفتره يعني سميت بعهد بدوله الانقلابات. الان يقوم رجل قومي من بين السوريين ليحكم سوريا وليعيد لسوريا استقرارها وأمنها، وبالتالي
كان بحكمته استطاع أن يوجد لسوريا موطئ قدم في هذا العالم، واستطاع بحكمته أن يقيم توازنات وأن يجعل سوريا هي الرقم الصعب في المعادلات الدولية، وهي عبارة عن سوريا التي يحسب لها كل حساب، وعندما أي متآمر على سوريا لا بد من أن يفكر بأن سوريا هي نقطة الاتصال الرئيسية كما أسلفت بين القارات الثلاث. يعني سيادة اللواء أخذنا برحلة تاريخية حكيت فيها عن سوريا بالتاريخ خلال التاريخ من موقع الجغرافي المميز اللي كان فيه أطماع كبيرة من الاستعمار الغربي. نحن نشكرك كثير على وجودك وعلى اطلاعنا على معلومات مفيدة جدا. من لك العام وأنت بألف خير. ينعاد عليك بالنصر دائما وأبدا ولكل رجالنا بالجيش العربي. شكرا.